لكن نحتاج إلى صبر على شيء عظيم، وهو الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله. الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. سيدنا الفاروق رضي الله عنه وأرضاه عندما ينبه أهل الإيمان أخوف عليهم من عدوهم، أشد عليهم من عدوهم، عفواً معصية الجند أو معصية أفراد الجيش أشد عليهم من عدوهم. فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في إيش؟ في القوة. نحن اليوم نسوي مظاهرات ونريد النصر، والنصر كما يقول سماحة شيخنا الخليلي حفظه الله ورعاه لا يكون إلا بنصرة الله، ونصرة الله سبحانه وتعالى لا تتحقق إلا بالتزام الطاعة والابتعاد عن المعصية. يعني الأمة محتاجة إلى توبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى، محتاجة إلى صدق مع الله سبحانه وتعالى، محتاجة إلى إخلاص، وأخلصوا دينهم لله. وهذا يعني جزء من التعاون بيننا وبين إخواننا في مختلف الأماكن، وبالأخص في الأقصى الشريف. نرفع أيدينا إلى الله سبحانه وتعالى. قبل أن نرفع أيدينا علينا أن نعمل محاسبة إذا كان شيء خلل، وعلينا أن نصلح الخلل، علينا أن نصلح الخلل حتى إذا رفعنا أيدينا، رفعنا أيدينا ونحن بإذنه سبحانه وتعالى عنده من الصادقين وعنده من المخلصين. ما مجرد شعارات، قضية ما قضية شعارات، قضية عمل، قضية ارتباط، قضية عقيدة. هذه العقيدة التي تجعل الإنسان ليس لديه إلا هم واحد، وهو رضاء الله سبحانه وتعالى. لابد من توافق نزعات نفس هذا الإنسان، لابد أن تتوافق مع هدي كتاب الله ومع هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه. حتى مجرد التفكير، قضايا الفكرية، لو تخلخل هذا الجانب، الجانب الفكري، عن المسار الصحيح الذي رسمه الله لنا في كتابه ورسمه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه في هديه، سيؤدي والعياذ بالله إلى التزلزل وإلى التضعضع. فلا بد أن نرتبط بأفكارنا، بهمومنا، بمشاعرنا، بأحاسيسنا بهذا المنهج في كل شيء،